السلام عليكم. سيعرض برنامج مداولة لهذه الحلقة قضية من قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج، قضايا مدونة الأسرة، قضايا الكد والسعاية. لنتابع. سلام بليدة. أهلا. لاباس بنتي؟ الله يا بنتي. سلام عليكم. فين ما كتخرجي كتجيبي يدك عامرين مالك لهاد الحالة؟ أمي اللهم اليد العامرة أحسن من اليد الخاوية. ناري يا أمي شحال فك، على مالنا حنا شحال عندنا مختنا وحيدة. العام كامل مسكينة ما كنشوفوهاش، وملي كتجي هي باغا تشرينا، وأنتي مالك؟ يالله. شتي أنتي؟ أنتي أنا فاهمك، كتبقاي تفتي عليها باش تسهليها وتزيديها تقدا. لا 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 عندك داكشي حاجه؟ لا 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 انا اللي قلت لها هي اللي بغات. هذه ماما ديالك. شكرا. الحدو ديالي. الله يعطيك حتى يغنيك. امين. الله يعطيك بنيتي حتى يغنيك ان شاء الله. الله يخليكم ليا. انا راه انا اللي كيعجبني انا في المغرب هو هاد اللمه الزوينه ديال العائله. صح. تما كتنقصني كنبقى بوحدي. واش غنقول لك بنتي؟ الله يرد بك تدخلي من ديك الغربه. بارك عليك انت وحدانيت. ايوي ها موي تي مالها يرد بها مالها ها على مزيناتها مالها ما خصها والو خصها الحمد لله الحمد لله شي تجويجه يا اختي تكون فاعلتها انت طفرتي لا بنتي شتي انا ما يهناش ليا البال غير ما شفتها مزوجه وعندها وليدات ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم باسم جلاله الملك وطبقا للقانون نعلن عن افتتاح الجلسه ملف عدد 12/2022 سيدة فريدة العربي ينوب عنها الأستاذ بوشعيب شجرة السيد ياسين الكبير تنوب عنه الأستاذة ريم محمد فريدة العربي كاين شي محاولة صلح لا سيدي ياسين الكبير كاين شي محاولة صلح لا سيد القاضي فريدة العربي أشنو كتلتمسي من المحكمة؟ نعم سيدي أنا تزوجت ياسين الكبير أنا كنشتغل على برا دخلت المغرب وهو كيعيش حدانا يعني ولد الجيران ولد الدرب عندك الحق أنت أخويا وما غاديش نكذب عليك بالي مشغول بواحد القضية شنو هي القضية؟ أسيدي كنفكر نتزوج بفريدة فريدة؟ أشكون هاد فريدة؟ فريدة صاحبي فريدة العربي بنت مي السعدية جارتنا صاحبي الله عمر دار هذيك السيدة ولكن أجي بعدا نسولك أتوافق عليك زعما فريدة؟ علاش أخويا ما توافقش عليا مالي؟ بنتك ناقص شي حاجة؟ وأنت كتشوفها ملي كتجي للدرب كتسلم علينا دائما الحمد لله بكل احترام اخويا ياسين هي من ناحيه المعامله ديال ولاد الدرب راه كتعاملهم كاع مزيان تبارك الله ومؤدبه ومخلقه مع ايه ولكن صراحه انا كنحس تقدر تقول كرتاح لها واش غنقول لك اخويا ياسين يا راه الله يسهل عليك ولكن خويا راك عارف دابا البنات اللي كيكونوا في اوروبا ما كيقبلوش على ولاد البلاد فهمتي ما صحاب لهم بحال طامعين في الوريقات ولا ما عرفتش لا لا خويا مختار حاشا بصراحة أنا ما كرهتش نمشي نجرب حدي برا ولكن كنقول فريدة بنت الناس علاش الإنسان ما يزعمش ويتوكل على الله ويطلب على سنة الله ورسوله ورا دابا هي تخاف عاد تفهمك غلط زعما ما جاياش على سنة الله ورسوله باغي غير الوريقات ما راه الله يسهل عليك أخويا ياسين خويا مختار بيني وبينك أنا غنغامر وغادي نتوكل على الله ولي ليها ليها اش غنقول لك انا خويا الله يسهل عليك ان شاء الله ومسبقا مبروك ام سعود ونزيدك شي نهار ديرها خروف على حسابي الله الله الله
فريدة؟ ياسين لاباس؟ صافا كلشي مزيان؟ لاباس عليك صافا؟ الحمد لله يبارك فيك كلشي بخير كمن عاونك؟ نو 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 هي الأخت ديالي غتعاود. داكور ماشي مشكل صافا بعدا كلشي بخير؟ ارتحتي شوية؟ صافا الحمد لله ميرسي. فريدة إلا سمحتي كنت بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع ولكن مع الأسف ماشي هنايا البلاصة. موضوع بحالاش؟ المهم واحد الموضوع خاص. خاص؟ ياك لاباس؟ لا ما كاين باس، المهم ما كرهتش نشربوا لك شي قهوه ولا شي حاجه ونهضروا فيه. داكور وي سافا. الوغ انت؟ نديرو غدا. اوكي. ديك القهوه اللي حدا لو جاردان. عرفتها. اوكي. معايش ان شاء الله. فيغ 4 هكاك. صافي الله يخطيك فريدة تبارك الله عليك شكرا بزاف. الله يبارك فيك. فريدة اختي. نعم. اش كان كيقول لك هذاك؟ هذاك ياسين ولد مو شامة. كيقول لك دخلي سوق راسك. نعم. سيدي سيدي راني كنموت في الشوع. سيدي سيدي. زيد. زيد. اختي سهام. نعم اخويا. يا سيدة الاوس والخزرج. منيتي كأس شاي من يديك الخطيرتين. يا سلام. دابا انت بغيتي كويساتي دابا كتهبل عليا ولا شنو؟ فهمتش كنهضر معاك بحلا وتلسان وشوفي انت كيفاش كتجاوبيني. والله لا شربته من يدي. وجي بعدا بنتي لي فرحانه نشط مع راسك ياك. لا حول ولا قوه الا بالله. كيما دار معاكم بنادم وحده ضحك معانا وحله غوت وحله اش بغيتيه يدير بقى ديما منكدها علينا. مالك بنيتي مالك؟ انت كتشوفي امي هاد القوم هادو ما كتفهمش غدير معاهم. الا سكتي كيقول لك فيك العياقه وكاعي وما مزيانش، والا دويتي كيقول لك انت نكار. اجي نقول لك شنو كنت تقول لك قبيله فريده؟ فريده؟ اه 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 السلامة يا ربي دغيا طلعتي تبركي كاع العفريته. ايوا راه سهام واجرك على الله قبيله كنت كنطلب من الشرجم وبنتو اللي كتهضروا مع بعضياتكم. اجي شكون هاد فريدة على من كتهضري انت؟ الصراحة الوالدة ما عندي ما نخبي عليك. فريدة بنت مسعدية. مالها؟ لا هاي كانوا كيهضروا مع بعضياتهم وضرني راسي وبغيت نعرف شنو كان كيقولوا. صافي. يو بنيتي واش فيها الهضروا مع بعضياتهم؟ وحنا راه حنا جيران وهما ولاد حومة وحدة. ولاش كتقلبي انت دابا اش كيدور لك في هذاك الراس؟ مي راه ما كاين والو. السيدة نزلت من الطوموبيل تاعها متقلة. بغيت نعاونها جات اختها عاوناتها وصافي هذا ما كان فيه شي عيب؟ لا وليدي ما فيها حتى عيب. مالها راه الجار على الجار وما فيها حتى عيب وليدي الله يرضي عليك. ايوا خلاص دابا ما انا راه بغيتها غير تصوفي خويا وديه مع الخارج صافي. وصلتي انت كاع للخارج وتصوفيني انا؟ انت مالك بنيتي مالك ولا فيك نكير بزاف مالك؟ دوزي صوفي لخوك شي براد ديالاتي وهنينا من الصداع. امي راه قهرتوني انا بعتامرة ديال الدار عييت خليني جالسه شويه. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف أوليدي ما دي شيء لها شتي هذه هاد الأيامات قوة فيها غن وكير هذه خصها تتزوج تعطيني اتساع تا هي. يا ربي حقيقة ماشي ساهلة الغربة لأن كتعيش واحد اللحظات ما كتلقاش لي شي حد في جنبك لما تشكي لما تعاود ولكن تحمل. صح عندك الحق غير هو انا تنشوف باللي العيشه برا فيها ناس اخرين عندهم افكار واحده اخرى المجتمع كيعيش في واحد ميليو واحد اخر غير هذاك اللي كبرنا فيه. اي حس بها انا بحال يمكن اكسبيريونس جديده في حياه الانسان. متفقه معك ولكن راه داك لو مونك ديال لا فامي ديال كاين بزاف كاينه امتيازات ما نقولوش ما كايناش مي مونك لا فامي ديال الوسط ديالنا ثقافتنا يعني بزاف تقاليدنا كتفقد بزاف ديال الحوايج كتوحشهم تيوا. صح ايوا من الصباح وانا كنهضر على راسي وانت شتك ساكت. اش غادي نقول لك فريده انت راكي عارفه كل شيء. حنا راه كبرنا في درب واحد وكتعرفي عائلتي وكتعرفي البير وغطاه
انا شديت ربعه ديال الدبلومات في الانفورماتيك. ابو ولكن الخدمه ما جابش الله. والو كاع والو شي ستاج هو الاخر ما تشدش ليا. هي ما عندكش شي دبلومات صحاف ياك؟ كنضحك معاك. كاين بزاف ديال الشباب اللي ما لقاوش خدمه حقيقه، ولكن ما خصش الواحد يكون نيجاتيف، يعني يحاول ويحاول ويحاول. لا لا فريده، انا شي زهري شكل اخر ولون اخر. شوف الله يخليك، ما تفقدش الامل، نسوا با نيجاتيف. اي باب دقوا وعاود دقوا وعاود دقوا، ماشي مشكل. اش غادي نقول لك؟ مشكلتي هو انني ما كنزعمش، كنخاف ندق على شي باب ويرجع ليا في وجهي. واش تي انت نيجاتيف؟ حاول تكون متفائل. المهم من الصباح وانا كنهضر وانت قلتي باغي تهضر معايا في شي موضوع، شنو هو؟ اش غادي نقول لك؟ هي حنا داويين على نفس الموضوع، خايف ندوي معاك في شي موضوع وخايف الباب ترجع ليا في وجهي. كذبش عليك فريده، انا غنزعم ونقول كلشي. انا ملي كنشوفك كتجي للمغرب كنلقى راسي معجب بك، وما كرهتش نتجمعوا على سنه الله ورسوله. نو اسمح لي اسمح لي، ماشي هادي هي اللي ما كنتش كنتظاهر نهائيا. انا راه عارف بلي بزاف ديال الشبان قبل مني يقدروا يكونوا قالوا لك هاد الهضره هادي، ولكن تيقيني انا شكل اخر. سي با فري، اسمح لي سي با، ما بغاتش تدخل لي للدمع انت. المهم شوف انا غادي نجاوبك في اقرب وقت. نتمنى من الله خير. دابا انا جيت نتشاور معاكم، عطيتوها للسكات ياك؟ انت زعما ما كتسكتيش، فين هي دابا؟ ندوي دوي تقلقيش. لا شتي دابا داك النهار اللي لقيتك انت ويا حدا الباب، شوفي انا راقت به شميتو واخا مروحه. شميتي شتي بنتي هاد ياسين الله يعمرها دار، ولكن راه الزواج د العائله و الجيران راه الاغلبيه ما كيصدقش، كله مشاكل. لا لا الواليده قال لك اغلبيه، الاغلبيه اش من اغلبيه؟ دابا انت 100% شفتي شي عائله ما صدقش لها الزواج وبغيتي ديري علينا حتى حنا؟ لا لا ولا لا، ما كيبان ليا ياسين ولد عائله ظريف وكنعرفوهم من زمان، ما نعرف. لا اي ولكن السيد جالس ما خدام ما ردام، انا خايفه يكون بالو غير مع الخارج. ايوا شوفي اختي، شوفي انا نجيك من الاخر، شي دابا الا كنتي انت مقتنعه. مقتنعه ايه، الله يسهل عليك الله يكمل عليك بالخير. شوفي حنا ما تنسانيش صافي، وعرفتي اش غيجيك مليح الا نسي مقتنعه بالزواج معاه بلا ما تطولي حدي معاه الوقت باش يجي يخطبك. ما فهمت والو من الجواب ديالك. شنو ما فهمتيش؟ ما فهمتش كلشي. ايوا اللي تخوفت منه انا قلت لك. نتمنى من الله انني نكون فهمتك ونبغيك تيقيني، اللي كيهمني هو انني نتزوج بك، الخارج راه ما كيهمنيش. شحال من واحد قال هاد الهضره؟ سبق لك تزوجتي؟ كيفاش سبق لي تزوجت؟ كون تزوجت شي واحد منهم غادي تلقاني جالسه معاك انا. ولكن علاش كتجبديهم ليا؟ عرفتي شنو؟ ما غاديش نكون زعما سمعت المشاكل ديال الناس، شحال ديال لي كوبل وقعوا في هذا المشكل، بغا يتلاحق بالزوجه ديالو ما كملش داك الشيء،
بزاف 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 ديال المشاكل. ما كنكذبك يا فريدة، ولكن تيقي بيا هذوك العلاقات كلهم مبنيين على الغش، اما انا علاقتي بغيت نبنيها معك على الصح. قولي يا فريدة، شنو الجواب ديالك؟ نتمناو خير ان شاء الله. خير قولها لداركم، يجوا عندنا لداركم. الله يكمل علينا كل خير. صافي خويا وافقات ياك؟ وافقات لالا. وليدي ملي وافقات ما اتفقتو لا على دهاز ولا على صداق ولا على والو. بيني وبينك امي، انا السيده غا وافقات لي نسيت كل شيء. وليدي ديك الساعه ملي وافقات لي كنتي تضرب الحديد ما حدو سخون، قولي رانا ما خدامش وما عنديش. وامي وامي، واش السيده من النهار الاول عاد تعرفت عليها بدا نشكي ونبكي عليها؟ الله يهديكم امي، راه حنا اللي خصنا ندبروا ونخبروا ونجيبوا الفلوس ونقوموا بالسيده. افرحي يا سعدي مبارك مسعود اخويا. خويا غادي يسافر وغادي يتزوج وغادي تهلا فينا ياك اخويا، غتهلا فينا. الله فيك. انت سكتي انت ما كلتي كطيري، مالك دابا خوك صافي مشى للخارج وفضينا وسالينا. تقمعيني مي، خليك معايا انا، خليك معايا دابا مي. متي خصنا نديرو شي وقيته نحددوها حنا بيناتنا ونمشيو لعدد الناس هذا ونشوفوا شنو طالبين. وليدي هادشي اللي كتقول فيه ساهل ساهل باش نمشيو عند والديها، ولكن راه خاصكم نتوما بجوج تكونوا متفقين على كلشي عاد نمشيو حنا عند دارهم. اخويا راه عندها الحق، باش الا مشينا ما نصدموش وما يصدموناش. شتي امي فريده، راه باينه شي وحده ماشي فيها الطمع، راه ما غتصدمنا ما غنصدموها. ياسين خويا شوف اسمع لي مزيان، ان شاء الله السبت الجاي حنا غنمشيو نخطبوا لها. صافي ديك الخفه ديالك مره مره تتصدق. دابا تي وليت هي مولات الريوشوار، راه مستقبل خويا. او هادي زوينه عاوتاني. اختي حياه شفتك ما فرحاناش لينا ياك لاباس؟ ولا واه قال ما فرحاناش. واش نتوما يلاه ضربتوا الصداع بغيتيني ما نكونش فرحانه؟ بصراحه خويا ياسين هادي راه ماشي العراضه ديال عقد الزواج، هادي راه غمقتيني بهاد العواصف هنا فهاد القوادي. ياك دابا وليتي كتحاماو. تشوفيش فيا انا راه ما قلت لها حتى كلمه. بصراحه هاد الانسجام جا من عند الله. ياك لالا نتوما اللي عزلتوا هاد القهوه وعزلتوا شنو تشربوا، واش بغيتوا اكثر من هادشي؟ ايوا على الاقل على الاقل كنتوا تعرضوا علينا في شي ريستوران يعني كلاس. كلاس فيه بقد سهلة. إيوا لالا ما تعاودش، غادي تختاروا أحسن ريستورون ونمشيو تعشاو فيها اليوم. ربي يخليك أختي فريدة، أنت راكي عزيزة وغالية من شحال هادي، ولكن دابا ملي وليتي مرات خويا زدتي عزازيتي عليا. ياك حتى وليت مرات خوك، شحال وحنا عايشين في الدرب مجموعين وعندنا ذكريات يا حسرة. سي دوماج هذاك الدرب ما بقاش كيف كان. دخلنا عليكم عبد الله لما خليونا ضاحكين مبتسمين. واه غتبداو علينا هكا وهدا صافي. والله الا عندها الحق حياتي. واه خصنا هذا الوقت شويه اللي بقى لنا معاك وانت قربتي تسافري خصنا نستافدوا منه ونكونوا ناشطين وفرحانين. ايه بعدا فكرتيني خصك تجدي الوراق ما بقاش الوقت. لا بسلامة والعافية، هو ما غاديش معاك. امشي معايا هادشي سايب، راه خصو يجمع ليا الوراق ويمشي يترجم الكاغط، وديك الساعة عندي أنا وعاد نصوب له الوراق باش يصوب هو الفيزا. هي دابا القضية ديال خويا ياسين مازال معطلة. أنا بغيت غير نطلبك واحد الطليبة، ما تقوليش لي عافاك. لا دابا أنا وسهام ديرونا بناتكم وديونا معاكم. ما نسوي انت باب مينا. قولي يا بابا. هي مشيو مجموعين ياك. لا صافي انا غادي نجي ان شاء الله في الصيف، وهذيك الساعه غادي نجيب ليه وريقاته وغادي نمشيو مجموعين ان شاء الله. ان شاء الله الله يكمل عليكم بخير. طبيعة الحال توحشتك يا حبيبه. شي 3 شهور هذه اللي مشيتي فيها راه كتبان لينا بحال شي 6 سنين ياك. لا لا يخطيك عليا.
ولكن راه تنشوف هاد 6 شهور طويله اللي مازال باش نجي عندك. متصوريش شحال بعيده تجيني. تنجي ياك. والله يخلينا لبعضياتنا. لا انتي ماشي مرتي، توحشيني ونتوحشك. لا لا والله الا لا جوني دازت عادي. مشيت شويه للقهوه، شفت مختار، جلست معاه شي شويه، صافي دخلت للدار لقيتيني تفرجت شي شويه في التلفازه وهادشي اللي كاين. انت كدوزتي النهار مزيان الحمد لله. عرفتي شنو واحد القضيه بغيت نقول لك؟ باش تعرفي راسك قدام الربح، ملي مشيتي لالا راه عيطوا لي جوج شركات وانا اللي بديت تنتشرط. يا لالا. شوف سبحان الله العظيم، كانت معكسه الحمد لله حتى نهار عرفتك. لالا يخطيك عليا. لالا دابا انا دابا اللي تنتشرط عليهم ماشي هما. ولكن ما بغيتش نتونجاجا معاهم، وما تيخصهم لو لون تيرم وداك الشيء. وان شاء الله الرحمن الرحيم غنجي لتما نشمر على درعاني ونخدم. بيان سور خصني نقوم بمراتي ونتهلا فيك ونهزك فوق راسي. ولكن شوف والله حبيبي ما سخيت بيك، ولكن عارفك غدا ان شاء الله في الصباح خدامه، ما خصيش بقى قابضك. سيري تناسي ارتاحي مع راسك، الله يعطيك راحتك. يلاه تهلاي في راسك. موسي باي 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 باي. مرحبا بكم، ديري يدك ام هشام. ربي يخليك. الله يخلف عليكم. ياسين. قدامي. شكرا لله يخليك. ايوا بنتي ديك النهار عاد جيتي، هانتي غادي غدا ان شاء الله. ايوا عمي راه شهر هذا باش جلست. الكونجي هذا ديالك كامل مشى غير في الوراق والقنصليه والمقاطعه. داكشي اللي خلاو لي الوراق ديالي كملته هنا. وسبحان الله العظيم والوقت كطير. ودغيا ولا ها رمضان، ها العيد الكبير، ها العطله، ها العام مشى. يا ربي السلام. ويلي يا امي، اش قربك انت شي عطله؟ ولا ما كنتي كتقراي بعدا؟ لا 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 واخا لالا انتك تاكلي الكلاص ان شاء الله، نديكم كلكم ان شاء الله. ما بغيتو ما كنزكش الله يديكم على خير، الله يديكم على خير، الله يديكم على خير. امين امين. وجمعي راسك اختي، قولي ان شاء الله العام الجاي غادي تجي فريده هي ورجالها. خويا انا ياسين على مالها يا مسطيه تخلي بوحدو تما وتجي. لا لا هادي عندك. ايوا خصنا حتى ان شاء الله غادي نمشيو مع العشرة باش نشدو الطريق للبور طنجة ان شاء الله. راه كلشي الحمد لله واجد، البيزاز وجدناهم كلشي ناضي ان شاء الله، غير واحد الرويضة تنفخوهم ان شاء الله في الصباح ونتوكلوا على الله ان شاء الله. الله يسهل عليك. امين. وصافي راه كنصيفط لك، راه ما كنساكش. بونسواغ فريده. صافا الحمد لله. اي طوا الحمد لله. يلا البارح تقديتي؟ وانا راه فيا بليا هي كنخرج كنت عجبني شي حاجه كنشريها. ولكن هذه راه 4 شهور وانا جالس معاك دابا، كل يومين ثلاث ايام كتقدي ماشي بزاف. خلاص ما صيروش راسنا، مالنا عندنا غير ريوسنا نعيشو. انا كنربح 5000 اورو. ايوا عندنا الفائت. ايه الحمد لله، غير قلت انا مع راسي داك الفليسات تهلاو فيهم نديرو بهم شي حاجه، شي حاجه اللي غتطور لنا في حياتنا. انت اللي غتطورها، راني درست لك 100 اورو في الكونت ديالك. ايوا طورها. لا لا فريده غير شدي فلوسك عندك الله يخليك. لا فلوسك هما فلوسي وفلوسي هما فلوسك، مالك؟
الله يخلف عليك، واش غادي نقول لك؟ الله يقدرني ان شاء الله نخدم ونعوضك في هادشي كله. ان شاء الله. فين هو الكوتي ديالي؟ موجود. الي مدام لا كويزين. الي. يلا. في الجوع. على سلامتك. الله يسلمك. قول لي ما باش شفتيش التليفون ديالك؟ راني دوزت لك واحد فيغمون ديال سامي بور. شفته ولا لا؟ الله يخلف عليك. صحة. ولكن هاد الفلوس هادو راه بزاف اللي تتحطي عندي في الكونت. اوكاغ. كنقول لك فلوسك هما فلوسي وفلوسي هما فلوسك، سيتو؟ ايه ولكن ما بغيتش نصرف فيهم بزاف. علاش كنعطيهم ليك؟ تصرف اسيدي تصرف. ماك بخلوع. لا يخطيك عليها. يلا اتوت اتوت. هاد فريده طلعت بنت الناس ديال بصح. يا والله يعاوني نلقى شي خدمه ورد لي هاد الخير كله مضوبلي ان شاء الله. واحد امي وسهام نسيتهم ضروري ما نفرحهم شي بركه من هاد الفلوس. خليهم تما يعيشوا شويه وشريوا اللي في خاطرهم. عائلتي هادوك. وطلب مني اننا نتزوجوا، يعني وشفت ان ماشي مشكل تزوجنا وديته معايا للخارج، وانا اللي كنت نخدم عليه وانا اللي كنت كنعطيه الفلوس وهو كيصيفط لدارهم. الله يخلف عليك اخويا، الله يكثر خيرك. مي راه حدايا ندوزها لك اخويا. هاك ام ياسين. الو ياسين، كي دايره وليدي؟ لاباس عليك؟ بخير؟ توحشتيني. هي وليدي والله الا انا توحشتك. الله يرضي عليك وليدي، انا مغطياك برضه ومفرشك برضه. والله يخلف عليك. هي وصلتنا الامانه، الله يخلف عليك. هي وليدي، ولكن جمع راسك انت شويه، جمع راسك وليدي ودير علاش ترجع. وكي دايره فريده؟ لاباس عليها؟ وسلم عليها بزاف وتهلا في راسك وتهلا في فريده بزاف. الله يرضي عليك، الله يسهل عليك. الله يرضي عليك وليدي. يا الله وبسلامه، حتى المره اخرى ان شاء الله ندوي سلام. الله يكثر خيره. اش بالك تعطيني هاد البركه؟ لا هانت ياسمين نقول لك امي ونبدلوا هاد الصالون. لا منيتي هاد البركه بغيتها. مرة أخرى إن شاء الله منين صيفط شي حاجة نعطيك باش تبدلي الصالون وديري اللي بغيتي ديك الساعة. وهاد البركة؟ لا هادي ديالي. واش غاتري بها كل أمي الله يهديك؟ شغلك أختي شغلك، صيفطها راه والدي اللي صيفطها. أنا ولدك نبدلوا هاد الصالون أمي الله يهديك. من بعد منين صيفط شي حاجة أخرى نبدلوا الصالون. باش لأمي يجاوب الخطاب يشوفوا صالون زوين. يا سور فايتي وأحلى ليا في راسي. تعطل. آه على السلامة. السلام عليكم. صافا؟ صافا. ايوا فين تعطلتي؟ تي شفتك اليوم جيتي بكري ولا قول لي انا تعطلت ياك؟ كنت غير في القهوة كيف العادة. شفتي شي صحاب وشي معارف؟ نو؟ انت تغيري. نو ما عندي فيك الثقة. عندي فيك الثقة ما تخافش. لا لا انا كنت في القهوة النهار كامل. وهذيك القهوة عندي عامرة بالأوروبيين. شي ما تيهضر معايا شي. تصعبهم بساليين. ما كاينش. أودي أنا اللي مسالي قبي.
صراحة طال عليا شوية الوقت في قضية ديال الخدمة. هكا ولا لا؟ واش شتي؟ دابا قربوا يخرجوا الوراق وهذيك الساعة غادي تخدم، شنو فيها؟ تسنى شوية. واش غادي نقول لك؟ أنا صابر. دير الله خير. كل غير خير إن شاء الله. أجي ما شفتيش التليفون ديالك؟ راني صيفط لك واحد الفيغمون. لا مازال ما شعلتوش. شوف تهلا في الوالدة وفي اختك. ضروري الله يخلف عليك. صحة. الله يقدرني إن شاء الله نخدم ونعوضك في هادشي كله. نمشي في خلا. لا الله يخطيك عليا. بونجور. بونجور شيري. صافا؟ لاباس؟ لاباس صافا الحمد لله. ايوا فريدة اش واقع؟ كلشي نتسناك في القهوة. ياك لاباس؟ لا ما كاين حتى شي باس. بغيت نجلس معاك شوية نهضرو هنايا سي تو. بالعكس دابا النهار الكبير ملي تجلسي تشربي معايا فيه قهوة. ربي يخليك. غير أنا قلت ملي اتصلتي بيا وقلتي ضروري تسناني في القهوة صراحة شكيت قلتي ما كاين شي خبار زوينة. بحال علمك الله. ياك الحمد لله دابا الوريقات راهم خرجوا. مقدمة غير الخدمة ياك ما. فوالا عجبتيني دابا الثقة في النفس. لا والله لا سي با كيستيون ديال الثقة في النفس. أنا غير قلت مع راسي الحمد لله حياتنا زوينة ما خصنا حتى شي خير. ناقصنا مشكل واحد اللي خصو يتحل هو الخدمة. يكون غير خير إن شاء الله. إن شاء الله. بيانتو. ياك يا لقيتي لي شي خدمة؟ إن شاء الله. تلاقيت واحد أنامي ومسؤول في واحد لا سوسيتي. أوغوسمون لقيته مغربي ولد البلاد. واو. وعدني غادي يشوف لك شي بوست. شنو زعما حط السي في وصير تنعيطوا لك؟ مي شيغي راه هكا الناس كيخدموا هنا. ضروري من لونتروتيان يشوف لا كومبيتونس ديالك. إلا عجبتيهم تي فا غونتري توت سويت سينو لا بروشين. لا بروشين؟ كتقولي اليوم تي فرحانة فريدة. مالو خصك تفرح؟ فرح شوية وضحك ضحك ضحك. تبوئيس الله يهديك. وشنو هاد الناس هادو غادي يمشي عندهم بوحدي؟ ويلي بوحدي مي سافا با توي بانغوس كمام. راك شهور وانت هنايا واه تحمل مسؤوليتك شويه. واخا انا غنتحمل مسؤوليتي. وفاش غادي نوصل لعند هاد الناس هادو؟ انا اللي غنوصلك اسيدي الصباح سي تو. بقى عندك شي مشكل؟ سي بون الله يخطيك عليا. ويلا يلا نمشي ورا خصك تنعس بكري اليوم. ها بلاتي تشربي شي حاجه؟ لا 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 بلاش حتى للدار. يلا يلا السلامة شيري. الله يسلمك. شك صفصف كنتي كتهز الحجر. لا واش ليك مابقاش فيا عدم صحيح. شنو دابا لالا قلت مع راسي انايا جالس في البيرو هادي شهرين نخلي الميترو نتمشى شويه على رجليا ولكن ما يحسبش لي هاد المسافه كامله باش نوصل للدار بزاف. تقتلت مسكين ولفتي الفشوش والراحه خدمتي شهرين جيتي مسخسخ. شوف هاد لا مارش راه مزيانه ليك تبقى ديرها يوميا. ديرها يوميا؟ اللعاب هنايا في اوروبا كيتخلصوا بالملاير ولكن ما كيترينيوش كل نهار. انا نبدا نتمشى كل نهار. واش فيها؟ غادي نقلب على راسي في شي صال نيت انا تشكرفت. بخكي بقيتي فيا. يلا يلا نوض نوض دوبش باش تعشى. واخا يا ولالا اليوم راني جبت لك البيض افيون ديالك وراني حسدتك. عامين ما مشيتش للمغرب راني توحشت بزاف دارنا. نسيتي السنين الاولى كنتي غير كتشد الكونجي كتبات في المطار. عقلت. ولكن اش غدير؟ الناس اللي خدامين في الدومين ديال التوريزم هما هادو. الناس خارجين كونجي وحنا خدامين ولكن الحمد لله السيمانه السيمانه ما كاين غير البريمات. البريمات مش بعتيش من هاد البريمات. الحمد لله. قولي يا فريده عزيتي داك الوكاله ديال الشره ديال الفيلا؟
ما تنساهاش. قتلتيني قتلتيني بهاد الوكالة. انت مالك شنو توكلني على شنو؟ صافي ما تيقش فيا. فريدة راه كندوي معاك بصح. راه السيد قال لما جاتش هاد السيمانة وتبيعات وتشارات معايا راه غادي يبيع الفيلا لواحد آخر. ودي همزة أنا ما بغيش نسقلها. وصافي علاش أنا غادة؟ غادة على هادشي وغادي نعطيك 90 مليون من عندي. أجي علاش هاد الفيلا من الأول ما نديروهاش سميتي وسميتك؟ فريدة عاوتاني غادي تخلي الشيطان يلعب بيك؟ راه حنا عينا ما ندوي في هاد الموضوع هذا. راني محتاج أن الفيلا تكون في سميتي باش البنكة والغرض الآخر اللي قلت لك عليه يشوفوها في سميتي ونقضي الغرض ديالي. ولكن راه كان واعدك راه غير إن شاء الله نقضي الغرض سور بلاص غنكتبها لك في سميتك النص ديالك غنكتبو لك. إوا لا أنا كون ما عندي الثقة فيك غنعطيك 90 مليون. وهادشي علاش نتيا مرضية؟ الله يخليك ليا. تانتا تبارك الله عليك اختي فريدة ومرا وقادة. طيب بارك فيك. مالهم مرا وقادة نيت واش هي عافية الشيك ديال 90 مليون وماشي مرا وقادة؟ لا مي سعدية راه ما كنهضرش على الفلوس راه مشات تبارك الله سجلات وحفظات غير بوحدها كون كان خويا ياسين راه كاع ما يدير بحال هكا. علاش بنيتي علاش كون كان ياسين تا هو غيدير بحال هكا مالك تتحقري مالك؟ المهم قضيت كلشي ياسين راه عجبو الحال. والله يكمل عليكم بخير. ايوا حنا غنخليوكم غنمشيو ان شاء الله تجيو تعشاو معنا صافي. مرحبا بكم حنا كنتسناكم. واش لا قولتي شويه بقاو معنا شويه. لا 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 مو سيدي يا اخي نمشيو يلا نمشيو نوجدوا راسنا غنوجدوا الماكولات والمشروبات راه غتجي عندنا عروستنا السيده فريده زوجة السيد ياسين واختها الانسه حياه وامها السعديه أليس كذلك يا آنسة سهام؟ بقى حفظة محفوظة يا الله سلام عليكم خلال لكم الراحة خليناكم على خير سلامة عطلالة ونوضي ويلي نوضي شهر نوضي معني ويلي شو معني نوضي يا ناضت حسي قلتي شنو؟ عطيه الشيك ديال 90 مليون ودايره ليه كل شيء في سميتو اي واش هادشي خلاص امي الله يهديك فلوسو راه هما فلوسي وفلوسي هما فلوسو ماشي مشكل ما بيناتناش ولي راه راجلي هذا واحد الوقت يعني دوزنا تقريبا واحد 18 عام ديال الزواج واحد الوقت قال لي خصنا نشريو شي دار في المغرب صافقنا عطيت انا من الشيك ديالي عطيته للنوطير وباش باش باش نشريو هذيك الفيلا على اساس ملي يدخل هو يكتب لي النص وهو النص ما كاينش هذا الشيء كتبها في سميتو كلها تفعلي التليفون سلام اشنو سلام علاش ما كتجاوبنيش في التليفون نجاوبك لالا في التليفون باش تنقري عليا تا هو فيه نقر نقر انت اللي عيشتيني فيه فريده اش بغيتي دابا اش بغيتي بغيتي هستي اللي تزوجت فيه نهار الاول فين هو فريده هادي 17 عام وحنا مزوجين عمرو ما كان بيناتنا شي مشكل ولكن هاد الشهوره هادي راه عيشتيني في الجحيم كثر من كده نهار شريت لك الفيلا ما بقيتيش عاقل عليا انا لا قلت لك انا غادي نكتب لك حقك في الفيلا انا ما بغيتش الفيلا بغيت ياسين اللي تزوجت فيه نهار الاول فين هو بصراحه حالاتي واش غتخلينا نباتوا في دارنا بحالنا بحال عباد الله ولا نمشي نجمع حوايجي نمشي باش شي اوطيل ياك هذا اخر كلامك يا لا اخر كلامي والله يجازيك بالخير بيتو قريب انا صبر لك هاد الايامات هادي انت اللي صابر ايوا سيدي انا اللي صابره وانا ما بقيتش باغا هاد الزواج واخا
الا ما بغيتيش هذا الزواج حتى انا ما بغيتوش صافي لا نتفارقوا الله يهنينا ويهنيك ياسين الكبير عندك ما تضيف في هذا الموضوع ديال الدعوه يا سيدي فعلا هي كانت الزوجه ديالي دابا راه نطلقنا الزواج ديالنا سيدي راه دام مده ديال 18 سنه ولكن في الاخر ما بقيناش نتفاهموا فعلا سيدي هي اللي داتني لبرا وعشت انا وياها بخير وعلى خير ولكن من بعد انا قلبت على راسي وخدمت ودرت سيدي تانايا رزقي الحمد لله ولكن ما كانش عندنا حساب بنكي مشترك كلها كانت تتصرف في الاموال ديالو كيف ما بغى وفي الاخر انا عطيتها سيدي 90 مليون باش تشري لي الفيلا وفي الاخر قالت لك والو كتب لي انا يا حقي ولكن راه 90 مليون ديالي يا سيدي دفاع المدعيه تؤكدون المقال الافتتاحي للدعوه والمذكرات التعقيبيه بعد البحث نعم سيدي الرئيس ولنا مرافعة شفهية تفضلوا دفاع المدعية سيد الرئيس السادة القضاة حيث إن العارضة فريدة العربي كانت متزوجة بالمدعى عليه السيد ياسين الكبير وفق الكتاب والسنة وأن العلاقة الزوجية انفصلت بين الطرفين وفق ما هو ثابت من الحكم المدلى به رفقة ملف تطليق شقاق رقم عدد 112 تاريخ 12 يناير من هذه السنة ملف عدد 12-2020 سيد الرئيس السادة القضاة حيث إنه خلال فترة الزواج التي استمرت مدة 18 سنة عملت العارضة بجهد ومثابرة وتضحية من أجل تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي لأسرتها وهي من عملت على مساعدة المدعى عليه في الالتحاق بها بالخارج وأنفقت مبالغ مهمة على ذلك وساعدته ماديا من أجل اقتناء الفيلا موضوع الرسم العقاري عدد 1212 بهذه المدينة وقد أدلينا بشهادة الملكية رفقة المقال الافتتاحي للدعوة سيد الرئيس السادة القضاة حيث إن العارضة كانت تسلم أجرتها وسلمت مبالغ مالية مهمة للمدعى عليه أثناء قيام العلاقة الزوجية خاصة وأنه كان عاطلا عن العمل عند التحاقه بالخارج وكانت تمده بأجرتها وبمبالغ مالية مهمة عبارة عن مكافآت مالية من عملها كانت تمد طليقها بها وكان يحولها لفائدة أسرته بالمغرب لأن لأمه وأخته وهذه المبالغ المالية تتراوح بين 20,000 درهم و50,000 درهم وأن مساهمة العارضة كانت واضحة في تنمية دخل الأسرة وأن المدعى عليه أصبح يملك عقارا عبارة عن فيلا بهذه المدينة 12 شارع النور ذات الرسم العقاري عدد 1212 تم شراؤه من قبل العارضة نيابة عنه أدت من أموالها الخاصة بمبلغ 900,000 درهم أي 90 مليون سنتيم حسب الشيك رقم 550 بتاريخ 12/1/2018 ياسين واسي ياسين أنت فين سارح؟ أو ياك لاباس دخلت عليك بالله وقولي لي واش تي مقابلة هذاك الشيء اللي بين يديك ولا حاضياني أنا انا عارف راسي اش كندير هاد الايام شتك كاع ما عجبتيني قالت لك الصحه وليدي هاد الايام شتك عا كتخمم وساهي ياك لاباس اش عندك امي واش كتطلقني هي وكتشديني تي واش متفقين عليا ياسين الا كنتي مقلق حيت طلقتي فريده راه يمكنك ترجعها فين غير رجعها بنيتي فين خوك راه خصو يتزوج ويدير وليداته واش غيبقى مقابل ليا ديك فريده ولا سمعوني نقول لكم واحد الهضره بجوجكم وسمحوا لي انا راه ما بالي لا نرجع فريده ولا شي جواج اخر لا وليدي لا غادي ما متفقاش معك فيها خاصك وليدي تزوج ودير وليداتك انت مازال صغير يا امي لقيتي لنا شي بنت الناس غتزوجينا على يديك خويا عرفتي امك
بغيت تزوج لك بنت خالتك. بنت خالتي شكون في بنات خالتي؟ ويل على شكون؟ ربيعة بنت خالتك زهور. ربيعة؟ غزالة غزالة وليدي باقا صغيرة على مزوينتها كي الشميعة كضوي. ينصلي على النبي أمي. ناري ناري. الله يجعلك وش مبارك مسعود. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث أن العارضة كانت تكد وتسعى إلى جانب زوجها خارج بيت الزوجية، وأن العمل القضائي استقر في هذه الحالة على أحقية الزوجة في التعويض عن كدها وسعيها إلى جانب الزوج. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث إن تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة، تكون العارضة محقة في اللجوء لسيادتكم قصد الوقوف في إطار اقتسام ممتلكات الزوجية على ثبوت مساهمة العارضة ومجهوداتها في شراء العقار الذي هو عبارة عن فيلا، والقول باستحقاق العارضة لتعويض يتناسب مع مدى مساهمتها في تنمية ثروة زوجها. سيد الرئيس، السادة القضاة، حيث أجرى مجلسكم الموقر بحثا بالقضية أثبت فيه مجموعة من الشهود، رقية سعيد، علي بريك، المختار عبد الله، كونهم جيران الطرفين والذين بعد نفيهم العداوة والقرابة مع الأطراف ونفي موجبات للجريح وأداء اليمين القانونية، أفادوا أن المدعية هي من صفرت المدعى عليه للخارج بعد أن كان في بطالة، وأنها هي من اشترت له الفيلا بمقتضى وكالة. سيد رئيس، السادة القضاة، حيث إن العارضة ساهمت ماديا أثناء قيام العلاقة الزوجية وساهمت في اقتناء المدعى عليه العقار الكائن ب 12 شارع النور موضوع الرسم العقاري عدد 1212 سين والذي هو عبارة عن فيلا، وحيث إنه بالرجوع إلى عقد شراء العقار يتضح أن العارضة هي التي اقتنته بمقتضى وكالة، وهي من سلمت للموثق المبالغ المالية المهمة 90 مليون سنتيم وكذلك مبالغ مالية من قبل التسجيل والتحفيظ وفق ما هو ثابت من خلال نسخة من عقد البيع ونسخ من التواصيل المدلى بهم رفقة المقال الافتتاحي للدعوة. لكل هذه الأسباب نلتمس العارضة من السيد الرئيس أولا في الشكل قبول المقال الافتتاحي للدعوة والمذكرة التعقيبية بعد البحث لتوفرهما على الشروط المتطلبة قانونا. ثانيا من حيث الموضوع بناء على كون طلب العارضة مبرر وقائم على أساس، وبعد القول بأحقية العارضة في الثروة التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج، الحكم للعارضة بمبلغ 1,000,000 درهم أي 100 مليون سنتيم كتعويض عن الكد والسعاية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه السائر، وللمجلس الموقر واسع النظر. ألو يا بس، الحمد لله. ايه تزوج زين، شكون هادي؟ بنت خالتو؟ عاد بنت لي بنت خالتو. ايه راه شفتو معاه هنا، ايه ملي شافني هو يشد لها في يدها زعما داكشي اللي ديت منو انا غديه منو هي مسكينة، مبقاش كيهمني أنا دابا، ولكن فلوسي راه ما عاد نازلش عليهم، صافي أنا قريب ندخل المغرب وغادي نوريه، غنوريه فريدة علاش قادة، واخا أمي، يالله، بسلامة، رضي عليا أمي.
دفاع المدعى عليه. تؤكدون المذكرة الجوابية والمذكرة التعقيبية بعد البحث؟ نعم سيدي الرئيس، ولنا مرافعة شفاهية. تفضلوا دفاع المدعى عليه. سيدي الرئيس، السادة القضاة، حيث تقدمت المدعية بمقال افتتاحي للدعوة من أجل الكد والسعاية، عرضت من خلاله أنها كانت زوجة للمدعى عليه، وأنها هي التي ساعدته من أجل الالتحاق بها، وأنها جعلته ينعم بالرخاء والاستقرار مدة 18 سنة، وأنه كان يحول أموالا لعائلته من مالها الخاص قبل أن يشتغل بتدخل منها، وامتلك فيلا ب 12 شارع النور ذي الرسم العقاري 1212 سين، ملتمسة الحكم لها بالكد والسعاية. سيدي الرئيس، السادة القضاة، حيث إن زعم المدعي كون العارض كان يقوم بتحويل مبالغ مادية جد مهمة لفائدة أسرته غير صحيح، ويعوزه الدليل أن من أركان دعوى الكد والسعاية إثبات العمل الدخل والتحملات، وأن الطاعن بعد سفره للخارج اشتغل مباشرة واعتمد على نفسه ومؤهلاته، وهو من كان ينفق على طليقته وعلى أسرته، وأن الفيلا المذكورة اقتناها بأمواله الخاصة، وأن ذمة الزوجين كانت مستقلة. سيدي الرئيس، السادة القضاة، حيث إن مجلسكم الموقر أمر بإجراء بحث بالقضية، حضره العارض ودفاعه، وحضرت المدعية ودفاعها وشهودها، حيث إن العارض يلتمس من المجلس الموقر رد جميع ما ورد من تصريحات المدعية وشهودها بجلسة البحث الابتدائي، وهي تصريحات مزعومة تفتقر للإثبات المادي والقانوني. سيدي الرئيس، السادة القضاة، حيث إن الشهود صرحوا بكونهم يعرفون العارض، وأنه كان عاطلاً عن العمل قبل ذهابه إلى الخارج رفقة طليقته المدعية، وأنها أي طليقته هي من أدت تسبيق الفيلا ورسوم التسجيل والتحفيظ، فإن العارض ينازع في هذه التصريحات، وهي شهادة كاملة يجب استبعادها لكونها مخالفة للواقع، إذ أن العارض قبل سفره للخارج والزواج بالمدعية كان يشتغل بمؤسسة خاصة، وكان دخله شهري 3000 درهم، حيث إن الشهود لم يصرحوا كون المدعية هي من كان يتكبد المصاريف أو ساهمت في أي ثروة أو مال، لأنهم لا علم لهم بوضعية العارض والمدعية عند تواجدهما بالخارج، مما يتعين معه استبعاد تصريحات الشهود. سيد الرئيس، السادة القضاة، حول تصريحات المدعية، حيث إن المدعية صرحت بمقالها الافتتاحي بجلسة البحث وبمذكرتها التعقيبية بعد البحث، حيث إن المدعية صرحت في جميع مراحل الدعوة كونها هي من ساعدت العارض على الذهاب للخارج، وأنها شغلت وكانت تسلمه كل أجرتها، والحال أن هذه التصريحات هي غير صحيحة وتفتقر إلى الإثبات، ذلك أن العارض فعلا انتقل إلى الخارج بناء على زواجه من المدعية، وأنه استطاع الحصول على عمل بالخارج بسبب مجهوداته الشخصية، وأنه كان ينفق على نفسه وعلى المدعية. خلي الفلوس من النهار اللي جا لعندي تما، وهنا كنخلص عليه وانا هسا حتى خدم، ونعطي كل نهار المصروف، كل نهار لارجون دو بوش. ياك اختي،
تبارك الله عليك، هادشي كنتي تبارك الله كتعطي حتى الفلوس. اه 5 مليون كان كياخذ الماندا ديالي، وكنزيدو 4 مليون بعض المرات، وكيصيفط لمو ولختو وما عرفت لمن. ويلي انا ما لاقيش حتى باش نمشي للحمام، انتي كتصيفطي في الملايين، تبارك الله عليك. الله يلا حشوم عليه، انا راه من نهار دار هاد الفعله هادي ما بقاش عندي معاه. الله يرحمك الوالدين، انا ما بغيتش غنسولك، واش هاد العام شتيه؟ وبعدا ياسين باقي راضي بينا ولا يجلس معانا؟ وباش كملها مشى طلق فريده. يا ودي دابا الطلاق راه ماشي هو المشكل، شتي الا جوج ما تفاهموش عيط فارقوا، عيط طلقوا حسن ليهم. انا اللي باغا نفهم الفلوس اللي ها اللي دار لي هو اللي باغا نعرف. اه وعجب لي هذيك خيتي، ديك بنت خالته اللي تزوج بها وجاي تما كيتسطح بها يتسحبوا غادي في قصني. الله يلا حشوم عليه بالله، والله ماشي فعيل ديال الرجال هذو بالله، والناس اللي مأصله كاع ما كدير هاد الفعيل هذا. ويلي وحدي ويلي 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 على قصتي يا ويلي. الله يرحم لك الوالدين المختار خويا اللي عطى الله هو هذا. فريده راه اختكم وكبرت معاكم وانتم راه عارفين اللي كاين، عفاك اللي عيطت لك فريده باش تشهد، تجي خويا تشهد. احنا راه هضرنا في هذا الموضوع، انا راه واجد وترقيه جارتنا راه واجده ومول الحانوت حتى هو واجد، ويلي راه والله تمشي نشهد ان شاء الله. الله يرحم والديك. وي بارك الله فيك اخويا، انت ولد الاصل الله يحفظك. سيدي الرئيس، السادة القضاة، وحيث إن العارض لم يكن بتاتا يتسلم أموال المدعية ولا أجرتها حول العقار الفيلا المملوكة للعارض، حيث إنه من خلال جلسة البحث ومن خلال تصريحات المدعية والعارض سيتضح للمحكمة الموقرة أن المدعية تزعم أنها ساهمت في شراء الفيلا العقار المملوك للعارض، في حين أن تصريحاتها تفتقر للإثبات والدليل، إذ أن المدعية لم تساهم في شراء الفيلا وأنه هو من سلمها وكالة من أجل الإجراءات المتعلقة بشراء العقار، إضافة إلى أن العقار يعني الفيلا موضوع النزال تم شراؤه بأمواله الخاصة، وحيث إنه والحالة هذه تبقى مزاعم المدعية لا أساس لها من الصحة وتفتقر للإثبات المادي، مما يتعين الحكم برفضها. لكل هذه الأسباب يلتمس العارض من المحكمة الموقرة من حيث الشكل، نسند النظر للمجلس الموقر من حيث الموضوع، بناء على المذكرات الجوابية والتعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف العارض، يتعين القبول والحكم برفض الطلب، وللمجلس الموقر واسع النظر. أنا قلتها لكم شحال من مرة، قلت لكم هاد الشيء راه ما عاجبنيش، ولكن نتوما بجوج ما كتسمعوش ليا. وصافي أمي صافي الله يهديك. واه واش دابا حنا ما كنعرفوش ياسين؟ كنعرفوا الله عمرها دار دري دريف دريويش، ولكن راه سبحان مبدل الاحوال، عام جا لديك اوروبا ودخلوه الفلوس، هزيتي ياسين وحطيتي ياسين واحد اخر. معلوم يتبدل، دخلوه فلوسي انا، فلوسي نعطيه ولاجون دو بوش. هاك اخويا هاك دير هادي في الكونت ديالك، دفع هادي، صيفط لامك صيفط لاختك، وانا كنعطيك كنعطيك كنعطي. كنقول ما كاين مشكل، راه الفلوس هي فلوسو، ما كاينش كاينش الفرق. ولكن خرج فيه العجب، شوف واش خرج ليا. صافي 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 فريده، شوفي شوفي راه دابا هادشي اللي وقع راه ما كاين باس. شوفي عا ما تفقسيش، ديك الساعه نتوما مجوجين، الا عطيتيه ماشي مشكل، ولا عطاك حتى هو كذلك، ولكن غالب الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مشكل لا، انا راه ما غاديش نسكت ليه، انا غتعيط لله وغادي ندعيه للمحكمه على الكذب والسعايا. الكذب والسعايا؟ شنو هي الكذب والسعايا عاوتاني؟ يعني امي تعويض على تمارتي وعلى فلوسي، كل ما كيكسب عندي فيه النص. هذيك الفيلا اللي داير على من؟ راه 90 مليون اللي عطيها فيها انا. صافي اختي صافي، دعيه دعيه لله ودعيه للمحكمه، دعيه على داك الكد والسعايا اللي اصلا انا ما عرفتش شنو هي. والله يا اختي ما بقى نشمل لك شي حاجه، اصلا انا ديما مروحه. السيده ممثله الحق العام، تؤكدنا ملتمساتكم الكتابيه.
نعم سيدي الرئيس، ولنا مرافعة شفهية. تفضلوا. السيد الرئيس، السادة القضاة، إن السيد وكيل الملك رئيس هذه النيابة العامة بناء على المقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة وبناء على مقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية. سيد الرئيس، السادة القضاة، بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعية بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه بأنها كانت زوجة للمدعى عليه وأن ساعدته من أجل الالتجاء بالخارج وجعلته ينعم بالرخاء طيلة مدة زواجهما وكان يحول أموالاً لعائلته من مالها الخاص قبل أن يشتغل بمجهودات المدعية من أجل الحصول له على عمل وكان يحصل على أجرتها وامتلك فيلا ذي الرسم العقاري 12 سين والتمست الحكم لها بالتعويض عن الكد والسعاية حيث أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أكد من خلالها كون زعم المدعية أنها كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية لفائدة عائلة المدعى عليه هو زعم غير صحيح وغير مثبت وأن من أركان دعوى الكد والسعاية إثبات العمل والدخل والتحملات وكون المدعى عليه اعتمد على نفسه ومؤهلاته وأنه كان ينفق على المدعية وعلى أسرته وأن الفيلا اقتناها من ماله الخاص وأن ذمته المالية هي مستقلة عن طليقته والتمس التصريح برفض الطلب سيد الرئيس السادة القضاة حيث أنه من شروط إثبات مشاركة الزوجين في مال بعضهما الذي اكتسب خلال الزوجية هو أن يقع الإثبات وفق القواعد العامة وأن تقدم في إطار الكد والسعاية مشروطة باتحاد العمل والشغل طالما لم يتفق على ذلك في عقد الزواج وفي عقد لاحق سيد الرئيس السادة القضاة حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وبإقرار المدعى عليه أن المدعية كانت تشتغل بأجرة شهرية قيمتها 50,000 درهم وكما أنه يقر أنها هي من أدت التسويق عن شراء الفيلا 90 مليون سنتيم وذلك بمقتضى وكالة من المدعى عليه وأنها هي من سلمت للبائع عن طريق الموثق مبلغ 90 مليون سنتيم حسب نسخة من شهادة الشيك الصادر عنها وكذا بإقرار السيد الموثق سيد الرئيس السادة القضاة حيث إنه بالرجوع إلى جلسة البحث والتصريحات الشهود والوثائق المدلى بها من طرف المدعية بالملف تبين أن المدعية قد ساهمت في تنمية أموال الأسرة لاتحاد العمل والشغل طيلة الحياة الزوجية وحسب الثابت من الوثائق وأن اقتناء المدعى عليه للعقار الفيلا دي السك العقاري 12 سين كان بواسطة تسويق عن طريق شيك قيمته 90 مليون سنتيم صادر من حساب المدعية وبذلك تكون المدعية مستحقة للتعويض عن الكد والسعاية وهذا ما سارت عليه عدة شهادات لمحكمة النقد منها قرار محكمة النقد ملف شرعي أعادة 396/1/2013 وتاريخ 27/12/2016 قرار رقم 801 سيد الرئيس السادة القضاة لكل هذه الأسباب يلتمس السيد وكيل الملك رئيس هذه النيابة العامة تطبيق القانون ولمجلسكم الموقر واسع النظر مداولة لجلسة بعد أن تتبعنا القضية تمسكت المدعية في جميع مراحل الدعوى بطلبها الرامي إلى التعويض عن الكد والسعاية بعلة أنها شاركت في شراء الفيلا وأنها ساهمت في تنمية أملاك الزوجية في حين أجاب المدعى عليه ملتمسا من المحكمة التصريح برفض الطلب ملف مداولة لهذه الحلقة ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته ومن خلال البحث المجرى في القضية أن المدعية ساهمت في تنمية أملاك الزوجية وساهمت في شراء الفيلا بمبلغ
900 ألف درهم أي 90 مليون سنتيم حسب الإقرار الصادر عن السيد الموثق. لكل هذه الأسباب قضت المحكمة على نيام ابتدائيا وحضوريا، أولا من حيث الشكل سبق البت بقبول الطلب، ثانيا من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 90 مليون سنتيم. تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم ابتدائي من طرف المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله ومع قضية أخرى.